معلومات عن اللاجئين وهناك اللاجئين يتحاور مع الدكتور في خدمات اللي هي الإلكترونية الخاصة بالموقع. هذه مثلا عنده مواعيد المريضني ولأفراد العائلة لكل موعد عنده في اللي الخطاب الكامل الخدمات الاجتماعية يقدر يطلب نفس الشيء هو هاوسي ويقدر يطلب تيكت يقدر يطلب يشوف التفاصيل حقته في الطبعة هذا إن المريض ما يحتاج يجي أبدا المستشفى إلى الموعد نتعامل معاه الكترونيا للمريض طبعا.